تواصل قطر سياسة احتضان الإرهابيين لتنفيذ أجنداتها الخبيثة عن طريق الدعم المالي السخي وتوفير كل ما يلزمهم لتحريك جماعاتهم المنتشرة حول العالم لزعزعة البلدان الآمنة وترويع الأبرياء فيها. دعم مالي لا ينضب وحماية مشددة وأرض خصبة للمؤامرات، لا تحتاج رؤوس الفتنة في العالم أكثر من ذلك لتبث سمومها في مختلف المجتمعات عبر أذرعها المتطرفة. قطر لم توفر لهم ذلك وحسب، بل أكثر بكثير والأدلة عديدة. النظام القطري له دور خبيث في المنطقة، ويكفينا أنه يأوي رؤوس الإرهاب في العالم مثل طالبان والقاعدة وغيرهم من رؤوس الفتنة ورؤوس الإرهاب، ولا ننسى كذلك وجود الإخوان المسلمين. فلطالما تفاخرت الدوحة ونظامها باستضافتها لسفارة طالبان واحتضانها لكبير جماعة الإخوان ومحرضي العالم القرضاوي، ناهيك عن عدد يفوق التوقعات من مؤيدي التنظيمات الإرهابية كالقاعدة وداعش وجبهة النصرة وغيرها. ولمن يسأل كيف ولماذا؟ فإجابة السؤال الأول: قطر ببساطة تجتذب رؤوس الفتنة بإغراءاتها المالية وضماناتها لهم بتوفير الحماية وتوفير السبل لنشر الإرهاب والفوضى. فأما من يتساءل لماذا تحتضن الدوحة هذه الفئة، فالجواب لم يعد مستغربا، لتعيد تصديرهم خلف أقنعة وواجهة العمل الخيري والإنساني كأدوات تخريبية تتبع أجندتها إقليميا وعالميا. فلكل من الإرهابيين الموجودين في قطر جماعته الإرهابية في دولة ما تنتظر إشارة منه لتنفيذ المطلوب وزعزعة الأمن والاستقرار وقتل الأبرياء. فلا يدري أحدنا بأي أرض ينفجر هذا الإرهابي الممول قطريا والمحضر للتفجير بتوقيت الدوحة. تستضيف قطر شخصيات تسمح لها بزيادة تأثيرها في الدوائر الدينية، على رأسهم يوسف القرضاوي، ومن خلال برنامجه على إحدى قنوات قطر تمكن من نشر الإسلام السياسي على نطاق واسع. عبر التاريخ لعب الإخوان دورا كبيرا في التحريض على الإيديولوجية الجهادية. خسائر مالية باهظة منيت بها الدوحة بفعل رعونة سلوكيات الحمدين لصرفهم المال بسخاء على نشر الفتنة والتطرف في العالم والإغداق المالي اللامحدود على كبار المحرضين، وكل هذا يسرق من حقوق المواطن القطري ويعطى قهرا وظلما لشاذ مرفوض من بيئته وحاضنته الوطنية، مرتزق باحث عن هذه العطايا من سلطان لا يحكم إلا في قصره، بل يحرسه فيها جند من استقوى بهم على داخله وخارجه.